خالص قبل الدستور في دولة لها مؤسساتها، لها قوانينها، لها إرادة شعبها. من سيخرج عن القانون لن يواجه إلا بكل قوة. نحن لسنا في مرحلة طرف أو مرحلة رفاهية نمارس السياسة فيها بشكل طبيعي، لكننا في فترة استثنائية من تاريخ مصر، والذي سيخرج عن القانون والذي سيضر بأمن مصر في الداخل، الأمن الداخلي والأمن القومي، سيقابل ويواجه بكل قوة.